عدنا إليكم مستمعي اليو اف ام ومشاهدي قناة بداية المدرسة باء. معنا عبر الهاتف الأستاذة منى البدراني، شاعرة وكاتبة وناقدة. مرحبا بك أستاذة منى. حياكم الله، يا هلا وسهلا. مرحبا بك أستاذة منى. حياكم الله، يا هلا وسهلا. واضح الصوت؟ واضح الصوت أستاذة منى. عندنا موضوعنا اليوم عن النقد، وبما أنك كاتبة وشاعرة فأكيد أنك تعرضتي لأكثر من موقف للنقد. كيف تعاملتي مع مواقف النقد في مسيرتك؟ طبعا في البداية النقد، يعني الشخص يتقبل هذا النقد، طبعا من هناك ما يكون نقد جيد، نقد رديء، طبعا يحدث أحيانا في مكان من قوة ومكان من طبعا ضعف. صحيح. السؤال مرة أخرى يا أستاذي. أنا أقول بما أنك كاتبة ما شاء الله تبارك الله وشاعرة ولك باع طويل في هذا المجال، فكيد أن استعرضت المواقف نقد كثيرة، كيف تعاملتي معها؟ نعم، أتعامل معها بتقبل، يعني لا أرفض هذا النقد أبدا، على العكس، يعني النقد الذي يطور من شخصية الإنسان ومن عمله يتقبله بصدر رحب، يعني بشرط أن يكون لا يكون انتقاد ولا يكون نقد جارح تجريح، بل يكون نعم لا بد أن يكون التجريح. النقد نعم صحيح. أنت رأيتي، أنت يعني ما شاء الله تبارك الله أستاذة منى، أنت خدتي النقد من جانب إيجابي وبناء مهما نعم. كان أسلوب النقد، وهذا نعم. اللي خلاص توصلين للمكانة هذه بالتأكيد. ما شاء الله تبارك الله. احنا عندنا مجموعة من الشباب أستاذة منى يحبون يشاركونك في بعض الأسئلة ويأخذون منك، كيف بما أنك ما شاء الله تبارك الله في المجال، والمجال اللي أنت فيه يعني من أكثر المجالات المعرضة للنقد، سواء كقصيدة أو كتابة أو حضور، فما يسلم الإنسان المبدع من النقد أبدا. أكيد. عندنا أستاذ محمد القحطاني، طالب في مدرسة باء والفريق الأصفر، عنده سؤال لك يبغى يسألك إياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال بسيط يا أستاذ منى، الحين هل تتقبلين النقد من قبل الآخرين؟ بالتأكيد أتقبل، إذا كان النقد بناء، النقد هادف، بالتأكيد أتقبل. وهذا النقد، تقبل النقد هذا يطور من العمل أساسا، لا يقلل منه، والذي لا يتقبل النقد هذا إنسان غير واثق منه، بيوقف مكانه. نعم. وعندي أستاذ عبد المجيد الخالدي. السلام عليكم. عنده سؤال. عليكم السلام. كيف طورتي النقد؟ يقول كيف طورك النقد، كيف طورتي في مجالك في النقد؟ في النقد؟ لا، كيف طورك النقد في مجالك؟ طبعا الإنسان عندما يقرأ ويكثر القراءة يتضح له إذا كان هناك سلبيات، يتضح له إذا كان هناك إيجابيات، فلا بد يعني مثلا إذا كان أمامه متلقي أو شخص أمامه عمل إبداعي، لا بد أن يبدي رأيه، سواء كان في الشيء الإيجابي والسلبي، ويطور من السلبي، يحسنه، مثل ما نسميها بالتغذية الراجعة، يعني إذا كان في هناك لابد أشياء أن تحسن أو تكون للأفضل. أستاذة منى، الأسلوب يفرق في النقد؟ بالتأكيد، يعني لابد أن يكون مثلا في البداية، يعني النقد لابد أن يكون بأسلوب المدح، الثناء، الإطراء، بعد ذلك يعني تذكر إذا كان هناك مثلا نواحي سلبية وأشياء تحتاج إلى تعديل. مثلا تعديل أو تحسين، هذا يؤثر طبعا على العمل الإبداعي أو بصفة عامة. يعني عندي أستاذ سليماني حاب يشارك معنا مع أستاذة منى. احنا والله فرحانين بمشاركات معنا أستاذة منى، فنستغل كل ثانية مع الشباب ونحاول نطورهم بمشاركات معنا. طيب. السلام عليكم أستاذة منى. عليكم السلام. تشرفنا بلقائك اليوم، وحاب أسأل سؤال بسيط. كيف التعامل مع الشخص كثير الانتقاد؟ الله، جميل السؤال. طبعا نحن نعرف النقد يعني هو فعل طبعا غير منحاز، يوضح الإيجابيات والسلبيات، أما الانتقاد هذا يهتم بتصيد الأخطاء واكتشاف مواضع الخلل، طبعا بدون تصويب لها. أولا الشخص
يحصل كثير انتقاد لابد أن نستمع له، لابد أن نكون لدينا هدوء، عدم انفعال، نتقبل، نناقش، لا نأخذ يعني الموضوع على محمل الجد، يعني نكون إيجابيين في ذلك ونتعامل بهدوء. قصد الأستاذ منى، أستاذ منى يعني مقصد أن حتى كثير الانتقاد ممكن يكون له فائدة في التطوير، صحيح؟ ممكن، وأحيانا لا أعطيه بال، يعني أنظر إلي، يعني لا أتعامل بهجوم، لا أهاجمه. يعني ما أروح لشخصه، أروح لكلامه. نعم، أستمع له بهدوء، وطبعا لا أبالي ولا أتأثر، إذا كنت أنا واثقة من نفسي لا أتأثر كثيرا بكلامه. يعني قصد أني أخذ كلامه كله وأسوي له تصفيه اللي ينفع لي. نعم، بدون أن يكون هناك ردة انفعال قوية أو غضب أو يعني عدم تجاوب معه. طيب المكابرة على الانتقاد أستاذة منى يؤثر على مسيرة المبدع؟ بالتأكيد. يعني لا تكابر على الانتقاد عشان تتطور. نعم، لا يتطور الإنسان إلا من خلال النقد والتعديل والتحسين، حتى يصل إلى مرحلة طبعاً يكون راضي فيها عن نفسه، أو يصل لمرحلة الإبداع. طيب أستاذة منى، في ناس مثلاً يكون لغة حادة مرة في الانتقاد، يعني هو نيته كويسة وهدفه واضح، بس اللغة حادة مرة، هذا يثير الغضب طبعاً. بالتأكيد. كيف مسيرت ما شاء الله تبارك الله أن تعاملتي مع اللغات الحادة هذه؟ طبعاً تعرضتي أنت لأكثر أكثر من أسلوب للنقد، وهذا أكيد. نعم، اللغات الحادة مع الشباب، لأن الشباب الآن مقبلين على مسيرة إعلامية. نعم. إن شاء الله. اللغة الحادة هذه أتعامل معها بهدوء ولا أعطيها بال. ما شاء الله. وممكن أحيانا الانتقاد الحاد هذا ممكن أحيانا هو القصد منه الانتقاص أحيانا، فالإنسان الواثق من نفسه يعمل طبعا على تطوير عمله، يسمع الجيد والانتقاد الذي يراه إيجابيا ويترك السلبي. جميل أستاذة منى. انفعال من المتلقي نفسه. جميل أستاذة منى، شاكر لك على هذه المداخلة الجميلة التي نقلتها.